مرحبا بكم تلاميذ سنة الأولى. كما وعدكم بعد ما درنا الفرض حندير لكم التصحيح النموذجي الخاص بهذا الفرض. هو فرض سهل في متناول الجميع. نبدأ بتعريف المصطلحات. عندنا تعريف مصطلح البوني، هو مصطلح أطلق على سكان قرطاج الذين أتوا من السواحل الفينيقية، يعني السواحل الكنعانية. الأمازيغ تعني الرجال الأحرار، وهم السكان الأصليون لشمال إفريقيا، يعني بلاد المغرب القديم. عندنا الخريطة التالية. عندنا 1 قرطاجة، 2 كما كنت تلاحظوا نوميديا الشرقية، 3 نوميديا الغربية، 4 موريتانيا مملكة المور. أجب بصحيح أو خطأ. روحوا الآن. يقع بلاد المغرب القديم في قارة أمريكا، خطأ، أكيد في شمال إفريقيا أو قارة إفريقيا. يعتبر الملك يوبا من أشهر ملوك مملكة المور، صحيح. السكان الحقيقيون لشمال إفريقيا هم الفراعنة، خطأ، هم من؟ الأمازيغ. الأمازيغ اسم من أسماء سكان بلاد المغرب القديم، صحيح. قام الملك سيفاقس بتوحيد مملكة نوميديا، خطأ، ماسينيسا. أحيانا يجب على التلميذ يكون ذكي. شوفوا هنا يا معايا مليح، الإجابة تاع ماسينيسا موجودة هنايا. وكيف قام ماسينيسا بتوحيد نوميديا؟ شوفوا معايا مليح في الوضعية الإدماجية، درت لكم نموذج عليها. عرفت بلاد المغرب القديم تطورا في التنظيم الاجتماعي، فكيف كان هذا التطور وكيف نشأت ممالكها؟ لقد كان المجتمع الأمازيغي يعيش على شكل قبائل تخضع لقائد واحد. شوفوا هنا تخضع، هنا استخدمت السند هاوليك، تخضع لقائد واحد، تجتمع تحت سلطاته بماله من هيبة ويصبح حاكما لها. والغالب أن ممالك شمال إفريقيا القديمة تكونت بهذا الشكل، ها بهذا الشكل. شوفوا السند كيفاش استخدمته، حسن استخدام السند، بحيث برزت فيها أهم الممالك وهي نوميديا الشرقية والغربية ومملكة المور. وبعدها قام الملك ماسينيسا بتوحيد المملكتين نوميديا الشرقية والغربية لصد الهجمات الأجنبية. وهكذا برزت ممالك شمال إفريقيا مهد الحضارات الحالية في بلاد المغرب. الخاتمة. هو شوفوا هذا نموذج بسيط جدا لوضعية إدماجية. نروحوا الآن إلى جزء الجغرافيا. جغرافيا. المدن المليونية هي المدن التي تتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، مثل الجزائر العاصمة. روحوا نمو السكان هو زيادة عدد السكان. روحوا إلى الجدول. عندنا المناخ، عندنا عوامل الطبيعية والبشرية. المناخ، عندنا الحرارة، التربة، مرتفعات المياه، المرافق الصحية، التعليم، التمدن. هذا واش درنا في الجزء الجغرافي لأنه عبارة عن فرض، ما عندناش الوقت بزاف. روحوا الجزء المدني. عرف الانضباط. هو سلوك تربوي ويعني الاستقامة في أداء المهام. اللي ما حفظش كامل كان قادر يخرجوا من هذا الجدول. قلت أحيانا لازم تستخدم الذكاء تاعك، راه موجود في التمرين آخر. وتقبل النصائح والتوجيهات والتعليمات. نروح إلى الربط. الحق هو مصلحة يخول لصاحبها القيام بأعمال ضرورية. الواجب هو حاجة الآخر في ذمتنا. الانضباط سلوك تربوي يعني الاستقامة في أداء المهام. المدرسة مكان يزاول فيه التلاميذ الدراسة. روحوا إلى التمرين الثاني أو السؤال الثاني. الجدول. حقوقي وواجباتي. من حق المشاركة في بناء التعلمات، النقل المدرسي، أن أنجح، الصحة المدرسية، من واجبي احترام الفريق التربوي، احترام النشيد والعلم الوطني، واحترام الأستاذ. أما هنايا سهل جدا، ضع علامة زائد أمام السلوك الجيد وإشارة ناقص أمام السلوك الغير جيد. هنا الأستاذ مع تلاميذ منظمين، سلوك إيجابي. رامي، هنايا الصورة واش توضح لنا؟ رمي القاذورات في المكان غير مخصص لها، سلوك ليس إيجابي سلبي. هنايا ظاهرة للعنف، تلاميذ يتشاجرون. وهنايا عندنا تلاميذ ينظفون المدرسة، سلوك إيجابي.
هنا التلاميذ مع الأستاذ في فوضى سلوك سلبي. هنا القيام بعملية التشجير سلوك إيجابي، يعني موضوع سهل جدا. ربي يوفقكم إن شاء الله.